اوف شو ها مش طبيعي ضيف شرف اليوم غير تقليدي ابدا. حياكم حبيبي مستر مواتر. السياره اللي عم صورها اليوم تقريبا اكثر سياره انطلبت بالتعليقات، ولكن الحصول عليها كان كثير صعب. ليش؟ لانه السياره بالرغم من انه سعرها قريب المليون درهم، السياره سولد اوت مباعه، الوكالات ما عندهم اياها، مش محتاجين يسووا لها تسويق اصلا. فما تشكروني إلي، اشكروا شركة الإمارات للسيارات انهم عطوني السيارة وصار عندي الفرصة اني اصورها. جي كلاس بدأت كسيارة فور ويل حربية عند مرسيدس بنز. صار له الجي كلاس حوالي من السبعينات ما تغير الى ان نزل هذا الجيل. بعض الناس حيلاقي صعوبة بالتمييز بين هذا الجيل واللي قبله. سابقا هذا الكيج او هاي الحماية كانت تجي بالمكان العلوي، هلأ حطوها بالمكان السفلي. بس الجي 500 مش الاي ام جي ما زالت تجي بالمكان العلوي. حتى ببعض البلدان ممنوع هذا الكيج وحيجي السيارة من غير هاي الدعامية. بس انا معجب بشبك اي ام جي الجديد وبحسه اجمل بمراحل من الشبك القديم تبعهم. حتلاحظ ايضا الانارة ال اي دي اللي جاي زي رنجات ودوائر، كمان تصميمها جميل. هلأ سابقا الجي كلاس كان كله زوايا حادة، كان عبارة عن صندوق بوكس انسيابية الهواء فيه كان زي انسيابية هواء ثلاجة بيتنا. هون حسنوا الموضوع شوي، الزوايا صارت شوي أقل حادة، كل الزوايا البامبرات الوصلات حتى الأبواب والنوافذ. فإذا بتركز على أبواب ونوافذ الجيل السابق حتلاحظ كيف الزوايا كانت مستقيمة، هلأ صارت الزوايا هون مبرومة أكثر، فانسيابية الهواء شوي حسنوها يعني. بس غير هاي التغييرات الشكل الجانبي ما زالوا محافظين عليه. السايد ستيب ما زال موجود لأنه السيارة طويلة والدخول عليها صعب، وأيضا هذا الخط الأسود اللي حوالين السيارة. هاي الأشياء بتعطي أيضا حماية إضافية، إذا حد فتح بابه عليك عندك هون حماية وعندك هون حماية، فهتحافظ على نظافة الشكل الجانبي. التغييرات بالخلف نفس القصة، الزوايا صارت مبرومة أكثر، البامبر الخلفي صار مدموج بالبادي بشكل أفضل، حسنوا انسيابية الهواء، كانت انسيابية هواء ثلاجة صارت انسيابية هواء غسالة. بيعجبني أيضا كيف هذا الخط بحدد مكان الشعارات الخلفية، كلهم ماشيين بنفس الخط وهذا تفصيل جميل. بس أسهل طريقة تميز هذا الجيل عن اللي قبله هو الكاميرا الخلفية. سابقا كانت تجي الكاميرا بهذا المكان، هلأ لغوها وحطوها بمكان سفلي. خلوني احطها ريفرس وفرجيكم. غير الكاميرا الخلفية في عدة اشياء غير تقليدية، مثلا الاكزوستات هون جانبية على اليمين وعلى اليسار، فاذا انت واقف على اشارة فيك تلفت انتباه وترقم على يمينك وعلى يسارك. بس الشيء السلبي الوحيد لهذا الاكزوست انك لما تفتح الباب الخلفي فرضا واقف هون بدك تشيل اشيائك، عندك بيبي بدك تشيل البيبي هتحرق رجلك، فبالمكلارن تحرق مناطق حساسة وهون بتحرق رجليك. الإنارة الأمامية أيضا مميزة وغير تقليدية على الجي كلاس، حتلاحظ إنه السيجنال اليمين يسار محطوطين بهذا المكان زي الجيل السابق، وبتشوف كيف بتنور بمكان عالي ومميز. غير تقليدي أيضا إنه معظم المفصلات بالسيارة ظاهرة، هاي المفصلات ظاهرة هون وحتى على الأبواب، لاحظ كيف فصلات الأبواب ظاهرة، فمحافظين على شكل كلاسيكي. والأبواب مش فقط مفصلاتها كلاسيكية، حتى صوتها كلاسيكي. اسمع طريقة فتحه، أولا ما في مسكة تقليدية، عندك زر تضغط على الزر بيفتح، واسمع الصوت لما أسكره. طبعا لازم تسكره بقوة، إذا بتسكره بشكل خفيف ما بسكر، ما سكر، لازم تعطيه من الخاطر ليسكر. ولما تفتحها اسمع صوت اللوك والانلوك، القفل تاع السيارة صوته زي المسدس، لما تخرطش المسدس اسمع. والله صوته عالي، لازم تسمعوه على الواقع لتفهموا هذا الشيء. بالنسبة للداخلية المكان شوي مرتفع، فالدخول محتاج انت الدرج، بس ما عندك مسكة فبتمسك بالستيرينج وبتجلس في الداخل. ووضعية جلوسك كمان مرتفعة، بتشوف النوافذ تحتك نوعا ما،
فعندك رؤية كبيرة بالسيارة. هلأ الداخلية هون عندك الكربون فايبر داخل عليها لأنه هاي AMG، بعض الأماكن كلها كربون فايبر، وفي الأبواب أيضا داخل فيهم الكربون، بعض الأماكن جاي بيانو بلاك، وحتى بالنص عندك هاي القطعة كلها بيانو بلاك. إذا بتحرك فتحات التكييف بتشوف أنه جانبهم جاي لونه أيضا بيانو بلاك، وارتفاع السيارة ملحوظ على المساحات الداخلية، مش فقط عندي مكان ألبس كاب واحد، حتى لو لبست كابين مستر مواتر لسه في مكان، وأتوقع في مكان لكاب ثالث. نال إعجابي أيضا كيف طريقة تثبيت السماعات الداخلية هون شبيهة بطريقة تثبيت إنارة الأشاير الخارجية، والشاشات شبيهة ببعض سيارات مرسيدس. هلأ ما حفوت بتفاصيلها، بس الشيء الوحيد اللي ناقص انه هاي الشاشة مش لمس. التحكم فيها حيكون عن طريق المكان الوسطي او عن طريق الزر اللي في عجلة القيادة. وميزة ما زالوا محافظين عليها من اجل القيادة اوفرود هو الديفلوكس اللي عليها، ما عليها ديفلوك واحد ولا اثنين، ثلاثة ديفلوك امامي وسطي وخلفي. هلأ الستيرينج تاع AMG جميل رائع، لمسات الكربون اللي داخلة عليه كثير جميلة، وملمسها حلو انت وعم بتسوق. وعلى الجوانب جايب الالكانتارا. التحكم بالوضعيات حيكون عن طريق هذا الزر على اليمين، سبورت، سبورت بلس، كومفورت، وعلى اليسار فيك مثلا تفتح الاكزوست وتسكره، ونظام التعليق تتحكم بصلابته. انتقاد الوحيد على الداخلية هو هاي الازرار اللي هون، ازرار النوافذ، جايب مادة يعني شوي بلاستيك، اتوقع حطوها بلاستيك اذا الشمس ضربتها هون، لو كانت حديد مثلا ممكن تحر، ولكن أنا بشوف الأزرار اللي على الجيل السابق كان تصميمها أجمل. بالنسبة للمساحة الخلفية، هاي وضعية جلوسي، مساحة رجلين كبيرة ومساحة الرأس كبيرة، وعندك هون مسند للإيدين، فالمكان بالخلف جميل. هلأ شيء غير تقليدي لقيته بالخلف هو دعسات الرجلين، شكل أو تصميم دعسة الرجلين الوسطية غريب شوي. طلعوا كيف شكلها. فإذا أنت جالس بالسيارة مثلاً حاب تاكل وما توسخ ملابسك، فيك تلبسها هون تاكل حتى ملابسك نظيفة. أشياء أخرى غير تقليدية هي مسكات الأكواب، طلع تصميمها وشكلها لمسكة الباب، مربع العادي، وداخل المربع في فتحة شبيهة بالنوافذ الخارجية، ذكرتني بالقطعة بتاعت حزام الأمان بالطيارة. غير تقليدي أيضا هو الغزلان اللي عم تلعب هناك عند الشجرة. عن جد ضيوف غير تقليديين اليوم، وين هم يوم تصوير التاهو؟ لاحظت بالداخل ايضا بعض الاماكن في عليها ستيتشنج، دايموند ستيتشنج اللي جاي هيك بهذا الشكل، ومش بس عند الابواب، حتى المكان هون اللي ممكن تضرب فيه رجلك، مش فقط بدهم اياه يكون مريح، بدهم تصميمه يكون جميل، فحاطين لك عليه الدايموند ستيتشنج. ما سكر الظاهر، لازم اتمرن اكثر. بس اكثر مكان غريب حاطين عليه الدايموند ستيتشنج هو في الباب الخلفي، حتلاحظ نفس الحركه مسويينها هون بمكان مخفي بالصندوق الخلفي، حاطين لك هاي التفاصيل. وعلى فكره الباب الخلفي لما تسكره بسكر بنفس الطريقه وبطلع نفس الصوت. اشياء اخرى غير تقليديه بالكراسي الاماميه، هلا الكراسي عاده بعض السيارات في لها اكستنشن الى الامام والى الخلف، ولكن بتكون قطعة منفصلة، هون القطعة ملزقة فيها. إذا بحرك المقعد إلى الأمام لاحظ كيف الكرسي حيمد لسانه، بتحسها عم تمد لسانها هيك. أشياء أخرى غير تقليدية لقيتها بالـ G63 هون بالوسط، هتلاحظ هون في فتحة بشكل غريب، ولكن هذا الشكل معمول ليأخذ المفتاح، فبيجلس فيه المفتاح بشكل ثابت. كثير سيارات هالأيام صار فيهم مكان لتخزين المفتاح، ولكن مكان التخزين الغريب هو هون عند الراكب. إذا بنفتح مكان التخزين هتلاحظ هون في شفرات بشكل غريب. الوظيفة الوحيدة اللي لقيتها لهاي الشفرات إنها ممكن تأخذ دراهم، بتحط الدراهم بهذا الشكل وصار عندك مكان تخزن في دراهمك، وحيكونوا ثابتين لما تسكرها وتفتحها حيجلسوا في مكانهم. ما بعرف ليش قرروا يحطوا مكان تخزين الدراهم بالجي كلاس بالذات، مع انه سيارات اخرى زي الاي كلاس والسي كلاس ما لقيت فيها اماكن للدراهم،
فليش متخيلين مالك الجي كلاس عنده دراهم؟ ما بعرف. مالك جي 63 فعلا حيكون فقط بيتعامل دفاتر تشيكات. يلا نجرب قيادتها للجي 63. اوف شو ها، مش طبيعي. ديث شرف اليوم غير تقليدي ابدا. يا واد السيارة كلها عم بتهز. سبحان الله، يعني عم بصور جي كلاس وضيف الشرف بجيك هليكوبتر، يعني لو بدي ارتبها ما حتزبط معاي. بس يلا ننتظر ليطلع عشان ما حقدر امشي من حوالي. يا واد مش طبيعي، طار الكاب والسيارة كلها كانت حطير. يلا هلا عن جد نجرب قيادتها للجي 63. هلا صح للجي كلاس سيارة اوف رود تعتبر وبدأت كسيارة حربية، ولكن بهاي الأيام مع انها كثير متمكنة اوف رود بس كثير راقية، السيارة كشخة، فيك تروح فيها مثلا على اوتيلات، ملاعب جولف زي المكان اللي احنا فيه هلا، تروح في أماكن راقية. الجي كلاس مناسبة لهذا الشيء، ولما تصفها بأي مكان فعلا سيارة كشخة. وبالرغم من قدراتها وقوتها والمحرك اللي عليها وثمان أسطوانات، دائما انت عم بتسوقها بتحس بدك تمشي بطيء هيك، تستمتع باللي حواليك وتكون كاشخ. طبعا المطبات تطلع، ما في داعي تخفف على المطبات، يعني مدلك ماشي، نظام التعليق فيها بيتحمل. ولما تخلص من الكشخة ومن الحواط حطها على سبورت أو سبورت بلس، والمحرك 8 أسطوانات بيقوم من النوم بصحصح. هذا المحرك أحيانا لما تكون أنت ماشي بطيء بيتحول لأربع أسطوانات، بس طبعا على السبورت دائما 8 أسطوانات. 4 لتر نفس المحرك على باقي سيارات AMG، هون بولد 577 حصان. طبعا توين تيربو المحرك، تيربوات جالسين جوا حرف ال V، يعني الهوت V سيت اب يعني. وهذا المحرك مربوط بناقل سرعات 9 غيارات، بس صوته فنان. صوت ال AMG غير. هلا في شوية صوت داخل من السماعات ولكن ماشي الحال يعني. عند اللفات بتحس بطولها شوي، بتحس انه الوزن شوي مرتفع، بس بالنهاية هاي السيارة سيارة فور ويل يعني، فالشي هذا عادي فيها. طبعا مراحل احسن من الجيل اللي قبله. ناقل السرعات ما عليه كلام، غياراته سريعة. خلوني افرجيكم تجربة التسارع من 0 الى 100. هلا لما تتسارع فيها لانه السيارة مرتفعة ومركز الجاذبية فيها شوي عالي، حتحس انه خشمها من الامام عم بيرتفع عن الأرض، بتحس بدها تشيل ويلي يعني ترفع التواير الخلفية، وهذا الشيء ما بتشوفه على ولا سيارة تانية AMG. بالنسبة للصوت ما حتعطيك نفس الفرقعات اللي بتشوفهم على بعض سيارات AMG زي الـ GLC اللي جربناها، بس بالنسبة لسيارة فور ويلي يعني سيارة ممكن تدخل فيها أفراد الصوت جيد. هلا أكيد رح تدخل فيها أفراد، هاي الرنجات اللي عليها مش ملائمة، بدك رنجات شوي أصغر، الإطارات تكون شوي أكبر. سعرها للجي كلاس مرتفع، سعرها غالي، بس قد ما رفعوا سعرها السيارة حتنباع. ليش؟ لأنه بكل بساطة الجي 63 ما إلها منافس. هلأ لو بتروح عند الوكالة اللي تشتريها يمكن تنتظر سنة أو أكثر لتوصل سيارتك،
فلدرجة السيارة عليها إقبال. وما أتوقع أي شركة تقدر تعمل منافس للجي كلاس، صعب جدا. أنتوا شو رأيكم فيها؟ عجبتكم ولا لا؟ ومين بتظنوا أقرب منافس للجي كلاس؟ خبروني تحت بالكومنتس. شوكم الحلقة الجاي، مع السلامة.